بمحتوى إيجابي، بمحتوى هادف، بمحتوى نقدر نقول يمثل أصحاب المحتوى الهادف في العراق. فمعي الآن ضيفتي صفا، صانعة المحتوى اللي تعلم اللغة الإنجليزية. بداية حياك الله صفا. حياك الله جعفر. شلونك؟ شنو أخبارك؟ الحمد لله تمام. يا أهلين وسهلا بصفا. صفا أنا متأكد هواي ناس تعرفك، لكن أريد من لسانك، منو صفا؟ صفا يعني هي إنسانة. قدميني على المايك شوية. صفا هي إنسانة؟ نعم، صفا هي إنسانة طموحة، قدرت إنه أنا يعني أحقق وأوصل للشيء اللي أنا أريده، ودائما لما أخلي ببالي في شيء لو مهما يكون whatever it takes I'm gonna do it. دائما أطمح ودائما أتخيل نفسي إنه أنا بيوم من الأيام راح أصير شيء كلش مهم، ما أعرف شلون وما أعرف بأي طريقة، بس بيوم من الأيام أنا متأكدة وواثقة من هذا الشيء. صفا خريجة شنو؟ أي مواليد؟ عرف الناس على صفا. بداية أنا صفا يوسف المعروفة يعني بهذا الاسم. أتكلم اللغة الإنجليزية، وتعلمت أيضا وحدي اللغة الإسبانية. خريجة كلية اللغات جامعة بغداد. بعد شنو تحب تعرف؟ زين، أنت قلتي إنه أنت نعم خريجة جامعة بغداد. نعم. أي سنة؟ سنة 2020. اليوم صفا نقدر نقول صانعة محتوى. نعم. وعندها جمهور واسع. شنو محتوى صفا يوسف؟ أنا من خلال محتواي يعني أحاول إنه أستهدف الناس اللي فعلاً يرغبون يتعلمون اللغة الإنجليزية. يتعلمون اللغة الإنجليزية، بس أنا يعني من خلال الصفحة مالتي، لأنه المتابعيني مرات أنشر فيديوهات أحكي إسباني، أي فكلهم يقولوا لي أو في الإنجليزي نطينا إسباني. يمكن لي ندرة متحدثي اللغة الإسبانية واللي يعلمون اللغة الإسبانية. فأني يعني هدفي كليته يعني لا هدف مادي ولا هدف إنه مثلا إنه أنا يعني أوكي إنه من خلال هاي صناعة المحتوى ممكن إنه الناس تعرفني، بالعكس يعني I'm really shy. أي بس كل همي إنه أنا أريد المقابل إن تصير عنده الرغبة يتعلم اللغة، يصير عنده هدف بالحياة، لأنه هسه اللغة الإنجليزية كلش مهمة، العصب الأهم. أي. أكيد نعم. فنحاول أو يعني أحاول سواء أني أو باقي صانعين المحتوى التعليمي أنه نقدر نفيدهم ونحببهم باللغة. نعم. لأنه هاي أهم فقرة، أنه أنت تحب تسوي فشي، أنه أنت تحب تتعلم اللغة، ما دام أنه أنت حبيتها رح تصير عليك سهلة. عن طريق يعني عدة طرق، ممكن تكون طريقة ترفيهية، ممكن تكون طريقة كأنما بدها تحكي قصة، يعني اكو هواية طرق انه احنا نقدر بيها نبسط الطريقة. زي. ونخليها لهم يعني سهلة. صفا ايش صار لها صانعة محتوى؟ اني يعني بلشت 2/3/2022. اي يعني تقريبا قبل سنة و4 اشهر بالضبط. يعني اللي شوية عانيت من عنده من خلال الجمهور. اوكي، اختاريت المنصتين، المنصة التيك توك والانستغرام اي فشفت اكو يعني بيج ديفرنس بين هذا الجمهور وهذا الجمهور، لانه اكثر شيء انا يعني ضوجني وخلاني انه شوية فترة اقطع، لانه قامت يعني بعض المتابعين ما يباعون الصفا كمحتوى يعني او شيء تعليمي. اوكي، وهذا الشيء يعني انا كلش ما احبه، لا يباعوني مثلا كشيء يعني بنيه حلوه طالعه بفيديو، ها هي شكلا بس. اي شكلا بالضبط. بس هذا الشيء نفس الوقت يا صفا يعتبر وسيله، انه اذا عندك قبول من العالم، اذا عندك شكل جميل، فهذه وسيله انه توصلين رساله. فهذا الشيء ما اشوفه انا بنظري غلط. انت عندك جمال فاستغلي هذا الجمال بتقديم محتوى هادف. أنا همي أنا قلت لك هو محتوى علمي، أقدم محتوى علمي يستفاد من عنده المقابل. ما أريد إنه مثلا أحد يباوع الفيديو إلي ويشوف إنه just because I'm pretty. الحمد لله يعني maybe I'm not. تمام. That's it. زين، أنت سنة 2022 الشهر الثاني بديت تصنعي المحتوى. نعم. قبل هذه السنة كان عندك بوادر في صناعة المحتوى؟ هم سويتي محتوى قبل؟ والله يعني اوكي I'll be honest. هذا القرار كان كلش صعب بالنسبة إلي لأنه أنا يعني خجولة بطريقة فظيعة ويعني أتوتر دائما، ومرات هسه أني إذا أشوفكم يعني مرة من المرات نشرت فيديو المتابعين مالتي إنه I'm shaking، يا أرجف كلش أرجف. وهو شنو أنا قاعدة أصور فيديو وأنا وحدي بغرفتي. بس زين الحمد لله اليوم يعني ماكو شيء حسن والله زين. ف يعني كان بصراحه كل المي وقع قبل شويه ساعد بكثره يقولون ذابت الجليد احنا ذوبنا المي كله. نعم اي ف يعني كان ما كان سهل لانه يعني كان قرار كلش جريء بالنسبه الي، انه من خلاله قدرت انه اواجه الشيء اللي انا خايفه من عنده، بحيث انا اليوم لما اوقف نعم خليك وياي لما اوقف اني يعني قدام الكاميرا او اتكلم عن اي شيء، تمام I'm not shy at all. يعني واجهت هواي تحديات بالفئة اللي أقدم لهم المحتوى. لحد هسه أني يعني هواية دخلوا لي الحمد لله، ما كان أي شيء سلبي. الناس اللي تدخل لي لما أنشر أو اللي يعلقوا لي بصراحة ما شفت أي شيء سلبي، كلها إيجابية، كلها إيجابية. هذا فضل الله يعني، هذا الشيء كله زين. أي فهذا الشيء يعني لما أشوفهم بالضبط لما أني أشوفها بصراحة يعني زين يخليني I'm so proud. خليهم قاتلين المنتقدين، خليهم قاتلين. احنا ننوه انه اللي يتعرض لانتقاد مو معناها هو سلبي وسيء، لكن لحسن حظ صفا انه ما اجاها انتقاد. هي مره من المرات اني نشرت صوره، فكنت بالمتحف العراقي ويا مدربين الاسبان يعني للمنتخب الوطني مالتنا. ف يعني أنا ماخذة صورة وياهم وناشرة فيديو، يعني نشرت الفيديو مع الاتحاد اللي سواه. ف يعني كانت اكو هيك شيء، هو حساب يعني كان وهمي ومبين جديد، فكانت اكو تخلي يعني تعليقات تمام تسيء إلي. الغريب بالموضوع انه أنا نهائيا ما رديت، بس الشيء الحلو انه متابعيني هم اللي ردوا، هم اللي ردوا، هم اللي دافعوا، هم اللي يعني خلوها يعني عد حدها. طبعا هو قبول الناس وحب الناس هذه نعمه بحد ذاتها، الله سبحانه وتعالى واعتبرها نجاح بحد ذاته. زين صفا، انت سولفي لي ما جاوبتيني على هالسؤال. قبل 22 الشهر الثاني هم كان عندك بوادر صناعين محتوى؟ هم فكرتي قبل؟ هم حاولتي؟ بصراحه لا، ماكو أي بوادر من المحتوى. زين خلينا نرجع شوي، خلينا نرجع نسوي فلاش باك للماضي. صفا قبل من كانت صغيرونة، من كانت طفلة، هم كانت يعني بيها مجال صناعة محتوى، هم كانوا الناس يباعوا لها يقولون هاي تكبر صناعة محتوى، هم كانت تلزم مايك تباوع على كاميرا، عندها ميول صناع المحتوى. أنا كنت ألزم المايك أغني. يعني هم كانوا عائلتي دائما يقولوا لي انه انت بيوم من الايام حتصيرين شيء مهم، راح تقدرين انه تتخطين هواي عقبات. بالنسبه يعني كصناعه محتوى اني هذا القرار اجى يعني فجاه، قلت يعني واي نوت، خلي انه مو اجازف بس خلي احاول، ممكن انه اني يعني هذا طبعا هذا الشيء صار بسبب موقف. موقف يعني هو كان شلون نقدر نقول إنسانة، يعني هي طالبة تمام، يعني طلبت من عندي، هي كلش يعني حالتها يعني فقيرة، ما عندها إمكانية يعني مادية إنه تدفع أو تسوي أي شيء، فقالت إنه يا ريت لو تقدرين تسوين أو تنشرين أي شيء يخص اللغة الإنجليزية لأنه أنا ما أقدر أدخل كورس يمك. فقلت لها أنت دخلي وما لك علاقة بأي شيء، يعني مو شرط إنه أنت مثلا تدفعي، أهم شيء إنه أنت تستفادين. حلو. أي فهذا يعني بصراحة كان شيء كلش يعني سبب كلش مهم عندي أنا دافع شخصيا، دافع معنوي خلاك تفوتين بهذا المجال، خلاك تبدين بعالم صناعة المحتوى. هذا الشيء اللي خلاني انه اقدم محتوى، ما اهتم انه مثلا انه ايش قد اني راح استفاد او زين. هسه تبعي نرجع نسوي فلاش باك اكثر. من كنت صغيره اي اهلك توقعوا انه هاي الطفله الصغيرونه راح تصير صناعه محتوى وتصور وتطلع بالشاشه والسوالف؟ اي توقعوا يعني توقع، بس بسبب الظروف قبل والظروف هسه يعني اختلفت. ما كان عندك بوادر تبين بيك صناعه محتوى؟ قلت لك هو يعني كان شيء ريسكي. ريسكي؟ اي كلش. احنا لازم ويا ريسكي. صفا احبتنا، لازمنا وياكم وناخذ فاصل قصير ونرجع لكم. خذوها وللحب وصلوها، خل تبقى ويا ويا للموت. هواي مفارقني كلش واحشني، ما اقدر تنسى تعبني هوا. ولا لا 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 ملكان العالم اعوفه، لا 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 بس حظنا صغيره اجيب. وما أقدر حبه خلاني أشتاق لكل لحظة وياه. وجهه وضحكاته ينطوني حياة وهو للموت. يلمسني بإيده يخليني أريده، والشفة غرام نسيتني لا. وياكم محبتنا أو رجعنا لكم ببرنامجنا المحتوى الهادف، آني وصناعة المحتوى. صفا يوسف. صفا يوسف، نرجع من الفلاش باك، نطلع من عنده نرجع للواقع. أنت اليوم صانعة محتوى. نعم. أنت اليوم نقدر نقول عندك قاعدة جماهيرية. نعم. من بديتي، أول ما بديتي بعالم صناعة المحتوى، منو كان داعمك؟ والدي. والدك؟ أي. أكيد تحياتنا له من هذا المنبر، وربي يحفظه إن شاء الله. نعم. شكرا. ويعني أصدقائي المقربين هم اللي يعني كانوا هم حافز إلي، لأنه كلش هو يدعموني، قالوا لي إنه كلش حلو هذا الفيديو. دائما ينبهوني مثلا إذا كان أكو مثلا فد خطأ أو فد شيء صار يعني من ناحية التصوير، كان أفضل لو تسوي هيك إرشادات حتى مناقضها. بالضبط، لأنه I told you قبل ما نبدأ البرنامج I'm not interested in technology at all. نعم. من خلالهم قدرت إنه أوصل اللي أنا هسه بيه كصانعة محتوى. زين، شنو كانت النقطة اللي خلتك تستمرين بعالم صناعة المحتوى؟ الرسائل اللي توصلني إنه هم يستفادون يعني من الشيء اللي أنا قاعدة أقدمه. واحدة من عندهن إنه متابعة إلي من كثر ما إنه هي تحب المحتوى مالتي وتحب الأشياء اللي أقدمها. هي هسه طالبة جامعة بالجامعة الأمريكية ما شاء الله. أي، وكانوا منطيهم يعني هيك اختبار بسيط إنه يكتبون عن شخص باراجراف. أي يعني فكتبت عني. أوكي، هو هاي كان شعور كلش حلو لما دزت لي إياه، تمام، وكان هاي يعني السكند تايم إنه هي كاتبة عني ما شاء الله. هيجي أشياء كلش يعني تفرحني إنه أنا أقدر أفيد المقابل بشيء. قبالة الجانب الإيجابي والدعم النفسي اللي جاك لازم شوي أكو، نقدر نقول ملوح. لازم أكو شوية نقد. جاش نقد ببداياتك؟ تعرفتي لي النقد من أحد؟ أي. شو كان النقد ليش؟ يعني النقد بصراحة كان من أشخاص يعني أعرفهم، إنه شوف شلون تصور وما أعرف شنو، هي شايفة روحها ومن هالأشياء. بس يعني I didn't care. شكرا. I didn't care really. فالشيء اللي هو قدامي هو هدفي، خلاص يعني أمشي به. حتى وإحنا كنا معرضين للانتقاد. no one is perfect. ما حد مثالي، وما حد راح يكون مثالي. إحنا نسعى إن نكون بصورة أفضل أو نسخة أفضل نسخة من نفسنا. بالضبط. نقدر إنه إحنا نفيد بها المقابل ويتعلم من عندنا شيء. أحسنتي. إحنا كنا نقدم رسالة. أي شخص بهاي الدنيا عنده رسالة بهاي الدنيا، هو لازم يقدمها. زين. فأنا هاي رسالتي. صفا همينة فكرت بيوم بهذه السنة و4 أشهر تقريبا تعتزل وتعوف هذا المجال. أي. ليش؟ أنا أقول لك ليش. بالبداية مو أنا خطيت خطوة كلش كبيرة، تمام. كانت يعني بسبب إنه أنا حتى أتمكن إنه أوفر البيئة الداير ما دايري تأهلني إنه أنا أنزل فيديو. فبنيت غرفة. المحيط والبيئة. بالضبط. بنيتي غرفة. بنيت غرفة يعني مساحتها كلش واسعة، تمام. صورت هواية. كنت بهاي الفترة أني أنزل هيك يعني فيديوهات قليلة مو هواية. فقدرت من خلال يعني هذا يعني على مود صناعة المحتوى أني سويت هذا الشيء. فأوكي يعني كانت الغرفة والبيئة داير ما داير والهدوء، لأنه أنا ما كنت أستخدم مايك. فدايما يقولوا ليش ما تستخدمين مايك وما أعرف شنو، فأقول لهم أوكي إن شاء الله بالمستقبل. فأني يعني أنا اتخذت هذا الإجراء حتى أقدر إنه أني أصور فيديو بطريقة يعني احترافية، بطريقة سهلة تقدر توصل للمقابل. زين، فوتش في هذا المجال حبا بي أم امتهانا لمهنة صناعة المحتوى؟ لا، حبا بي بصراحة. أي والله. يعني ما تشوفين الباتشر عقبة صفا راح تكون صانعة محتوى لأجل المادة؟ لا، أنا ما أهتم بالمادة بصراحة. لأن أنا أشوف اللي إلك ما يصير لغيرك، وكل واحد رزقه بهاي الدنيا. زين. وأنا إنسانة قنوعة. زين، خلي المادة على صفحة. حبا بالشهرة أم حبا بهذه الجنبة اللي تتحدثين بها الإنجليزية قدام التليفون؟ لا، ولا حتى أكثر شيء ملتي له. مو حبا بالشهرة بس، ولا انه يعني انا كلش استحي مرات لما يعني افوت لمكان يعني يصير تجمع مثلا او نحضر فد مؤتمر هاي بالمحطة، فاكو يعني كمتابع يجون هاي سوفي انتي سوفي واحنا كلش فرحانين التقينا بيك. اني على مود هاي محبة الناس وانه اني قلت لك اني رسالتي افيدهم بشيء، يعني اذا السيد مو الشهره هذه اي لا مو غايه مثلا شهره يعني انا قلت لك ام شاي شلون اني اصير يعني هيك مشهوره. زين صفا حاليا نقدر نقول اشتهرت، صارت عندها قاعده جماهيريه، صارت عندها نقدر نقول قاعده بيها هواي ناس. اول ما بدت اول ما اعتبرت نفسها مشهوره شلون كانت رده فعل اقاربك اصدقائك اهلك؟ شاك شاك يعني بصراحه مصدومين لانه اني اول وحده بعائلتنا ومن ناحيه يعني اقاربنا والعشيره كلها خلينا نقول يعني اول وحده انه تخطي هيك خطوه ما حد خاطيها قبلك نهائيا. زين وحاولوا انه هوايه من الاقارب يعني انه يقولون ان بابا تنطيها هوايه عين تنطيها هوايه فبابا قال ايه يعني هاي بنتي وانا انطيها يعني هوايه عين ماكم علاقه. من فتي بهذا المجال ظهرت كلش حبتها، شنو كان هدفك وانت توصلي؟ هاي شويه يعني صعبه صعبة ولا خاصة؟ لا مو خاصة ولا حتى صعبة، بس إلى ما نهاية إلى ما لا نهاية. نعم. اليوم من جتي صفا وجابت معداتها وبنت غرفتها اللي كلش كبيرة ما أدري ليش مع إنه هو ستوديو صغير باك جراوند وتصور بيه. شنو الفكرة من هاي؟ حتى اقدر انه اني اصور باي زاوية، يعني اخر فترة قلت هاي بعد ما اصور واقعد على كرسي وهاي راح اقعد اتربع تمام واخلي الماي قدامي والفيديو قدامي وقلت لهم انتم تعودوا بعد ها هي. زين صفا تربع بغرفه صغيره، ليش ما تجي غرفه كبيره؟ شنو الهدف؟ لا ما غرفتي حتى شوف هسه وظفي لي الغرفه الكبيره هسه اجي اقول لك هماتين ليش؟ دائما اني لما اجي اريد اصور فيديو يا اما يعني انه يعني تعرف الاطفال تمام وهم يكونش يحبوني فيجون يمي واني كل ما اريد اصور كرهوني باي اللحظه كرهوني باي اخر شيء قلت لهم اني بطلت بعد ما اريد خلاص سديت التليفون وقعدت. اي هذا ما كان سبب انه لما كملت الغرفه وخلصت وما اعرف شنو صعدوني فوق غرفتك حلوه نريد نبقى هنا ولا تصورين بعد؟ لا والله والله. زين انت اليوم مدربه لغه. نعم. مثل ما انت صنعت محتوى. منو أول؟ صفا مدربة اللغة أم صفا صناعة المحتوى؟ لا المدربة. منو بدأ أول؟ منو امتهن هذه المهنة أول؟ مدربة اللغة صفا. ليش؟ لأنه أنا يعني اشتغلت يعني بأكثر من مكان كمدربة لغة وكمعلمة كأستاذة، يعني درست بوحدة من الجامعات اللي هي جامعة المشرق ما شاء الله. اي كانت يعني اكو اكاديمية اللغة الانجليزية وهناك قدرت انه ادرس الطلاب واحببهم باللغة ما شاء الله. هذا يعني عامل كلش مهم. فاكيد صفا المدربة. كصانعة محتوى يعني لحد هسه احتاج بعد وقت يعني حتى التبتين بهذا المجال. زين. نعم. زين ما بعد الشهرة ما بعد من عرفتي غيرتي يا صفا؟ لا. زين خلينا نسأل هسه صفا لكن بمنظور آخر. إذا سألنا صديقة صفا نعم وأنتِ بمكانها هسه جاوبي عن لسانها يا صديقة صفا، صفا تغيرت بعد ما عرفت؟ بكل صراحة صفا ما تغيرت. صفا يعني صارت مشغولة هواية، تهتم إنه تطور من نفسها. الناس هم اللي تغيروا عليها، هي ما تغيرت على أحد. بنفس الطريقة اللي هم عرفوا صفا بيها راح يرجعون حتى ولو بعد سنين راح يلقوها نفس المعاملة ونفس الوجه ونفس خلينا نقول نفس الملقى. نقدر نقول الناس هي اللي تغيرت نظرتها. بالضبط. هي اللي شافتك تكبرتي شوية معناتها ما تكبرتي. هم بالضبط. ف هواية ناس ممكن إنه يقولون يفتهمون غلط I'm not، بالعكس صفا the same ما تغير. I will never change and I will never change. Exactamente. شلون؟ Exactamente. Exactamente شنو يعني؟ يعني exactly اكزاكتلي هاي بالاسباني. نعم نسولف تفاصيل اللغه لكن مو هسه، خليها بعدين. اليوم صفا لو كانت بين مفترق طرق، قدامش طريق ومفترق طرق بنهايتها، اما تكوني مدربه لغه او صانعه محتوى، وين راح تروحين وشنو تدعو فيه؟ راح اكون صانعه محتوى بعيده عن مدربه اللغه. اي لأن بس صانعة محتوى بمجالي أكيد، يعني مجال تعليمي. ليش؟ لأنه هنا إذا صرت مدربة لغة مثلا الفئة محددة، سواء الطلاب مدرسة، سواء لأي أحد، طلاب جامعة إلى آخره، بس هنا أنا هدفي يوصل للكل، وهذا يعني هذا الشيء اللي أنا أسعى إليه. لهذا أنه أنا لما أنشر فيديو أنا متأكدة راح يوصل الشك واحد بالعراق. واجهتي صعوبات لما بديتي بعالم صناعة المحتوى؟ عدا مسألة إنه أنا خجولة قدام الكاميرا، لا. ما عندك أي صعوبات؟ ما واجهتي أي موقف حسيتي بنفسك بيه يعني مكبوتة بسبب صناعة المحتوى؟ لا بالعكس، يعني هو شيء، يعني صناعة المحتوى خلتني إنه أنا يعني أركز بجانب معين أنا كنت هاملته. أي لأنه كنا إحنا عندنا شغل، كنا نلتهي بالشغل، بس مرات ننسى نفسنا. أنا أنسى نفسي بهذا الشيء. فوتش لهذا العالم. أي كانت بمشروع إنه أنت لازم تكوني صانعة محتوى، أم بحب ظهور، حب إبراز لما عندك من موهبة؟ لا لا لا، فقط لأنه أنا أحبه. فقط لأنه تحبين. أي عالم صناعة المحتوى بالضبط. أنت كصناعة محتوى لازلت وياك أنا يا صفا، ولازلنا وياكم مستمعين، وخليكم ويانا. يعني. فخلينا نحول ننتقل لبارت انه كونك اليوم مدربه لغه. اليوم يا صفا كثير من الناس تحاول تتعلم الانجليزيه، تدرس الانجليزيه، لكن ما صاروا متحدثي لغه انجليزيه. شنو السبب؟ السبب يرجع للرغبه انه انت تسوي بهذا الشيء، الرغبه يعني كلش تلعب دور مهم. لأنه أنت كل ما عندك الرغبة والحافز حتى تتعلم هاي اللغة كل ما راح تقدر تستمر. نعم. كل ما راح تقدر تستمر يعني بتعلمها، إنه دائما تريد تتعلم، راح تظل عطشان الشغلة معينة. يعني للقواعد، إذا تريد تتعلم قواعد، تريد تتعلم مثلا على سبيل المثال اللينغويستكس، أو تدخل تدرسها للغة، تدخل جامعة. فسبب يعني سبب كلش قوي هي الرغبة، وهذا الشيء اللي خلاني لأن أنا جربتها شخصيا، جربتها كانت رغبتي بتعلم الإسبانية. لو ما هاي الرغبة ما قدرت انه اني اوصل يعني لمستوى معين بهاي اللغه. زين يا صفا، انت اليوم تتحدثين انجليزيه واسبانيه. نعم. من اصعب؟ Mira, creo que es en español, por supuesto. يعني درفتها انت حاجه. الاسبانيه هي كلش حلوه، بس يمكن اكثر لغه رومانسيه بالعالم. صح. يعني مضبوط. حتى اللي يحشيها الناس يتغزل. تمام. الإسبانية هي مو صعبة. خلي إذا نجي على بارت اللغة الإنجليزية، تمام، هي أسهل لغة. ليش؟ لأنه أنت مثلا إذا تريد تحكي اللغة الإنجليزية بس بصورة سريعة، مثلا تريد تسافر أو هاي، تقدر أن تتعلمها من خلال الأماكن اللي أنت تروح لها. يعني هسه مثلا أني بالسوبر ماركت، أني بالمول، أني بدي أتمشى بالشارع، أريد أخذ مثلا تاكسي، شلون راح أقول لي هي؟ فأكو هواي كتب يعني بهذا الشيء، وهاي الطريقة يعني البيسك وان، الأسهل شيء ممكن أي واحد يقدر يسويها يعني ألون. صفا، صار أتأكد يعني هواي ناس قاعد يسمعونا حاولوا يتعلمون الإنجليزية لكن ما صاروا متحدثي لغة إنجليزية. شنو الفيصل؟ عندهم رغبة. عندهم رغبة، أوكي، ممكن يكون البراكتس. براكتس؟ أي، ما يمارسوها للغة، يعني ماكو أحد متوفر إنه يتكلم وياهم. براكتس هي ممارسة على مود. أي نعم. فيعني هذا الشيء، هذا عامل همتين يعني جدا مهم. نجي على بارت اللغة الإسبانية، أوكي، ليش إنه هي صعبة؟ أول شيء هي تجمع بين، يعني حسب مما تعلمته واللي من خلال تعلمي للغة عرفت إن هي تجمع بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، من نانشي ومن نانشي. ذكري الكلمات والله بالإسبانية عربية أصلاً. أوكي، مثلاً السكر. السكر. السكر يعني السكر. الزيتون أو الزيتونة. الزيتونة هي الزيتونة. أي. حلو. بعد شنو الكلمات الإسبانية؟ مثلا بنطلون، المودة. المودة، أوكي، هي المخدة. المودة هي المخدة. أي. البنطلون والبنطلون. أي. كميسة. كميسة القميص. أي. الله. فكلش حلوة. هاي. هم الإنجليزية أتوقع أتذكر بوليثيا. بكتورا. بوليثيا. بوليثية. أي. مضبوط. فهنا أنا يعني اللي يريد يتعلمها راح يواجه صعوبة همتين من ناحية. تمام. من ناحية اللفظ، لأنه اللفظ راح يعني مرات أكو ناس يقولون مثلا بوليسية، ما عندهم بوليسية، هم عندهم بالثاء. هي هنا صحيح وهنا صحيح، بس يعتمد على which part. توقع المنطقة اللي بإسبانيا exactly. أي محافظة تلفظ السي أو الثاء. أي. يعني أنا لما كنت بإسبانيا كنت بمدريد، وكنت همتين بشمال إسبانيا، وكنت بالأندلس، ملقا. بالأندلس. أي. يعني كنت بملقا أشبيلية، سفيجة. اللي حب أكثر شيء يعني اللهجة اللي أنا أريد أتعلمها هي لهجة الجنوب. بالإث. إي هي بالضبط. تمام، بالثاء. أوكي، وهي قاعدة كلش بسيطة، ممكن إنه أي شخص يعني يتعلمها لما يريد يجي يتعلم اللفظ. اسمك شلون يقولوا؟ صفا. لا لا لا. صفية. لا، هو شنو، إحنا نحكي على مو حرف الأس. لنحكي على حرف السي. السي فقط. السي مو الأس. مثلا اكو ناس يقولون جراسياس. جراسياس. اكو ناس يقولون جراتياس. حلو. اوكي. فيعني ديبينز. بمدريد يقولون جراسياس. مثلا بالجنوب جراتيا. هيك. حلو. زين صفا، اليوم انت تعلمتي اللغه الاسبانيه. نعم. بدون ما تتخصصين بيها، بدون ما تدخلين مدرسه للغه الاسبانيه او نقدر نقول حتى كليه. شلون قدرتي؟ شنو الخطوات اللي اتبعتيها حتى تتعلمين الاسبانيه؟ هواي ناس تسمع حاليا انت تتعلم لغه، فشنو الخطوات؟ اللي اتبعته انه اني يعني فقط دخلت كورس واحد، معهد معتمد للغه الاسبانيه. اخذت بس الاساسيات. اي انا عندي يعني اصدقاء اسبان، فاقدر انه وياهم اتواصل، وكانوا دائما يصححوا لي بصوره مستمره دائما، هاي مو هيجي، هاي هيجي، هاي مو هيجي، هاي هيجي. وانصدموا لما عرفوا او لما شافوا انه اني يعني تقدمت وتعلمت خلال يعني 3 أشهر. ما شاء الله. اي بس هاي هنا يعني كانت بصوره بطيئه، يعني خلال ساعة واحدة باليوم كافية علي. ما شاء الله. أي. أتوقع أسعفتش الإنجليزية القوية اللي عندك. أي بالضبط. يعني هنا راح تسهل عليك المهمة، لأنه عندك باك جراوند، أوكي، اللغة الإنجليزية، لأن قلت لك هي تجمع بين الاثنين. فاللي يريد يتعلم سواء عن طريق المعهد أو عن طريق قراءة الكتب، أنا عن نفسي قدرت. إحنا نريد نحدد هنا هسه إحنا نعم. صفا أو صفية، شنو تحبين نسميك؟ صفا. صفا اريد اخلينا ستيب باي ستيب، تمام؟ اوكي. خطوه بعد خطوه بعد خطوه. تمام. اليوم الناس تستمع بودها تتعلم الانجليزيه. شنو الخطى اللي يتبعها حتى يتعلم اللغه الانجليزيه؟ وانا متاكد اليوم اغلب الناس اللي يستمعون عندهم اساسيات، يعرفون كلمات كلش شوها بالانجليزيه، لكن ما يقدرون انه يحجون بها. شنو الخطى اللي ممكن نحددها حاليا حتى تتبعها العالم وتتحدث اللغه الانجليزيه؟ يعني حتى انه انت تكسر هذا حاجز الخجل، تمام؟ يعني احشي حتى لو كان خطأ. يعني everyone can make a mistake. كل شخص يخطأ، وهذا الشيء يعني something normal. انا عن نفسي هماتين كنت اغلط، سواء بالاسبانيه او اللغه الانجليزيه، لما كنت بالجامعه، لحد لما انه اني اتعلمت من غلطي وكنت اكتبهن وحده وحده. فلا تشعر بالخجل، ولا انه تحس انه انت مسوي فد شيء يعني اثم كبير. اوكي. كل اللي عليك تسويه فقط اتخذ الخطوه واحكي. بريك ذات وول. اي يعني تيك ريسك. خلاص. حلو. احكي صح او غلط، احكي. هاي طبعا المقابل هو راح يفتهم، ما راح يحاسبك. هي اللي هو وسيله توصل فكره، مو علم مو رياضيات. هذا كلش مهم انه انت تكسر هذا الحاجز. بعدها للي يعانون من مساله هم عندهم فوكابلري، عندهم مفردات، بس ما يعرفون انه شلون يحجون، او ينسون. يعني لما يحجون ويا احد ينسون انه اساسا الانجليزيه كلها. هذا حل، انه تقرا فد قصه وتروح انه تحاول تسولفها جيرانك، الوالدك، حتى اذا ما افتهموا شيء بصيغه ثانيه. اي المهم انه انت تعيد صياغتها هاي القصه للمقابل، حتى لو المقابل ما افتهم اي شيء. زين. اني يعني عن تجربه شخصيه اني سويت هذا الشيء ونجحت بالاسباني. نجحتي بالاسباني؟ يعني تحدث اللغه الاسبانيه عن طريق الممارسه، مارستيها وتحدثتي بها. اي يعني انا كنت اجي لاختي اقول لها والله تعالي زميلي هاي شوفي هاي القصه، واجي احكي. هي كلش ما تفتهم اوكي بالاسبانيه، بس اقولها اوكي. زين. المهم اني احكي. خلينا نسوي انتقاله سريعه. زين. اتوقع هسه استفادينا من يمك معلومات كثيره بخصوص تعلم اللغه الانجليزيه. عندنا 4 دقائق، اتوقع 3 دقائق مثل ما قال مخرجنا. نعم. غمضي عيونك يا صفا، خليك من المايك لا تفتحين ابد. تمام. صفا فاتت بعالم صناعه المحتوى، شافت عالم حلو، جها متابعين هواي، تونست بهذا العالم. صفا فرحانه كلش. صفا صار قدامها هسه فيديو يمشي قدامها، وصار قدامها موقف كلش حلو صار قدامها، وهي بعالم صناعه المحتوى على هذا الصعيد. صفا كلش فرحانه بيه، فرحانه من كل قلبها، ومتونسه كلش من شافت هذا الموقف اللي صار بعد دخولها بعالم صناعة المحتوى. رجعي للصفا، شنو شفتي؟ شفت يعني هواية، والله بصراحة هواية مواقف، بس أكثر شيء ما أقدر إنه شلون، يعني ما أعرف شلون أوصف لما وصلتني رسالة إنه أني من كثر ما أنتي مأثرة بي، إنه أني شلون جاي أتعلم على مودك أنتي، حتى أنتي تفتخرين بي وأني جاي أكتب عنك. ما شاء الله. والهاي الطالبة نفسها اللي قلت لك عليها بالبداية. تحياتنا لها أكيد تسمعنا حاليا. شعور كلش حلو، وهذا الشيء يعني ما تتخيل إنه قد حفزني. صفا يوسف. صفا يوسف. صانعة المحتوى. شكرا لما تقدمي، شكرا لأنك تحاولين أن تكونين صانعة محتوى مؤثرة بوسط صناع المحتوى. شكرا لما تقدمي، شكرا لمحاولاتك، شكرا لكونك صانعة محتوى فعليا اليوم، وصانعة محتوى هادف مصنفة على هذا الشيء. تحياتي لك. كلمة أخيرة لك نتقبلها أو ناخذها من صفا. Don't stop. اوكي، أبد لا توقفون عند حد معين، حاولوا دائما. أنا خلني لوها صرت أترجم. حاولوا دائما إنه تتعلمون واستمروا، لأنه الحياة يعني المعرفة قوة، يعني كلش تخليك تحس you are powerful، شخص كلش قوي. اتعلموا دائما، خلوا معنى لحياتكم. وشكرا لأنه يعني على الدعوة، يعني كان شيء كلش مفرح. شكرا لك يا صفا، شكرا لكم مستمعينا على حضور حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المحتوى الهادف. كنت وياكم أنا بالتقديم والإعداد جعفر كامل، وبالإخراج ياسر جبار من إذاعة القوات المسلحة العراقية من قيادة العمليات المشتركة. شكرا لكم، وفي أمان الله. الفراشة انت يا بعد قلبي، لو وين ما طرتي أنا قلبي يطير، يا عمري فهمي لحظة لو غبت